جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل من تمام الوضوء غسل الأذن والرقبة؟ الأذن لا تغسل وإنما تمسح، لأنها من الرأس، يمسح ظاهرها وباطنها بأن يدخل أصبعه في صماخي الأذنين ويدير إبهامه على ظاهرهما، يمسحهما ظاهرا وباطنا لأنهما من الرأس. وأما العنق فإنه لا يمسح، ومسحه بدعة، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فأمر بمسح الرأس فقط، وأما مسح العنق فلا أصل له. نعم.